المواطنين، فالعدد هو 1,130,105 مواطن. 740,000 بنسبة تزيد على الثلثين كانت من الإناث، من السيدات. و 364,000 من الذكور بنسبة تجاوز الثلث قليلا. لكن بالنظر أن أكبر شريحة عمرية أصدرت تأييدات للسيد المرشح الرئاسي كانت من نصيب من هم أقل من سن 35 سنة، سن الشباب. الواقع من سن 14 من التأييد، والفئة العمرية من 36 إلى 50 300,960 تأييدا، والنسبة من والفئة العمرية من 51 إلى 60 186,000. أما بالنسبة للفئة العمرية الأكبر من 60 فكانت قرابة 7,000 تأييد. أما عن تزكيات أعضاء مجلس النواب، بالمناسبة القانون وصف ما يصدر من أعضاء مجلس النواب بأنه تزكية، وما يصدر من المواطنين بأنه تأمين، وكلاهما تفعيلا للحقوق السياسية يصدر دون رسوم ومجانية. بالنسبة لتزكيات السادة النواب فقد حصلنا على 424 تزكية، منهم 53 من النواب المستقلين و 371 من النواب الحزبيين، منهم 106 نائبة و 76 نائبة من الشباب أقل من سن الأربعين. أمام حضراتكم تصنيف جغرافي للتأييدات. كانت أعلى المحافظات محافظة القاهرة، تليها محافظة الجيزة، وأقل المحافظات وهذا مفهوم ومعلوم كانت محافظة الوادي الجديد، محافظة حدودية وعدد سكانها قليل. لكن دعوني أؤكد لكم أنكم إذا قارنتم نسبة التأييدات بنسبة عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين ستجدون أنها نسبة كبيرة. للسلايد اللي بعده، فيما يتعلق بالتقسيم النوعي من ناحية الذكور والإناث، أمام حضراتكم تقسيما نوعيا، لكن في هذه المرة تجلدت محافظة الجيزة على محافظة القاهرة بعدد التأييدات الصادرة من السيدات، وهذا يعني لا يدل ولا يعكس إلا رغبة مجتمعية واسعة وقاعدة شعبية عريضة. نحن لم نبدأ بعد، نحن يعني أيام قليلة فقط، وكان هذا هو عدد التأييدات. فلكل مواطن ومواطن مواطنة ومواطن مصري الشكر والتقدير على هذا التصرف الإيجابي.